هنا كانت البداية. وعدموه للأسف يعني قدام الناس قدام طلبة المدارس. فريق العمل بالتناصح قام بزيارة المدينة لنقل حجم الدمار والمعاناة التي سببتها هذه العصابة للمدنيين والعائلات. وأول من كان في مواجهة القمع والقتل والإبادة قبيلة النعاجي أو ما يسمى بالنعاجة، فخرجوا مكرهين لمواجهة أخي الموت التهجير. كيف؟ فين كان فهد؟ كان سرير. وين كان سريرك؟ وانت وين سريرك؟ طبعاً احنا طلعنا من هنا جوع انتقموا من حياش زي ما تشوف حرق. كانت تحاول الكانيات فعله وقت سيطرتها على المدينة، وكادت أن تنجح بترويج الأمن الزائف بترهونة. ربي سبحانه وتعالى قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإحنا نتساءل بأي ذنب قتل الأطفال، هذه أطفال عائلة الفلوس بأي ذنب قتلوا؟